أيها المستمعون الكرام، من هنا من هذا الرحاب الطاهر من مسجد بني أمية الكبير، ما زلنا ننقل لحضراتكم تفاصيل الاحتفال الديني الذي يحييه كبار المقرئين في مصر الشقيقة. أيها المستمعون الكرام، الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد يتلو علينا من آيات الله البينات ما تيسر من سورة مريم. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرثني ويرث
خلقناك من قبل ولم تكن
فتمثل
لها بشرا سويا. فإما ترون
you
بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد رآه بالأفق المبين.
ولقد رأيه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين. وما هو بقول شيطان وما تشاءون.